حتى وقت قريب كان هذا واحدا من أكثر أسواق السمك في مدينة عدن ازدحاما، ولكنه الآن يعاني من توقف حركة البيع فيه. فبعد أن شاهد الأهالي نفوق أسماك كثيرة على سواحل المدينة توقفوا عن القدوم إليه بسبب تغير رائحة البحر. خروج يعني كثير من الأسماك إلى الساحل، أصبحنا نخشى أن نأكل يعني صيد، نشتري صيد وهذا. إحنا الآن متوهمين من البحر لأنه بسبب تغير الماء، كان الماء يعني لونه ثاني وتغير لون البحر إلى لون أزرق، وتم أسماك كثيرة من الأسماك إلى الساحل ميتة، ونحن توهمنا من أكل السمك. ويجد الصيادون صعوبة في تسويق ما جلبوه من البحر، يخشى العاملون في هذا القطاع أن يتوقف نشاطهم تماما ويتوقف مصدر دخلهم الوحيد في ظل اعتمادهم على الدخل اليومي. حركة البيع ما زادت هذه الأيام بعد الإشاعة هذه اللي طلعوا لنا على الصيد، وساعة هذه كلها كذب كذب، هذه معروف أنها ظاهرة طبيعية اسمها زهيق، هذه كل سنتين ثلاث سنين سنة ونص البحر يخضر. ويربط السكان بين رائحة البحر التي انبعثت قبل أيام وبين نفوق الأسماك وتغير لون المياه، معتبرين أن تلوثا قد حدث، وهو ما نفاه مختصون تابعون لوزارة الثروة السمكية يجرون تقييما لدرجة التلوث في البحر. طبعا هذه ظاهرة طبيعية تحصل كل عام في نهاية فبراير إلى بداية مارس، نتيجة هذه الظاهرة تتكاثر في الكائنات، تتكاثر في الغذاء للكائنات الحية مثل الأسماك والطحالب، وهذه ظاهرة تسمى ازدهار الطحالب. نتيجة هذه الظاهرة هي هبوب رياح شديدة في البحر، وتشكل توربينات عالية جدا يساعد على ارتفاع أو تصاعد أفقي لماء البحر من العمق إلى السطح بدرجة حرارة منخفضة. ويخشى الصيادون وبائعو الأسماك من استمرار مخاوف الأهالي وعزوفهم عن تناولها لفترة قادمة، ما يهدد بتوقف نشاطهم وغياب البدائل المتاحة أمامهم.